وهكذا كلما زاد عشرا من الإبل كانت تقع القرعة على ولده عبد الله حتى بلغت الإبل 100، فعمل القرعة فوقعت القرعة على الإبل. عند ذلك قام عبد المطلب فنحر الإبل ثم تركها لا يرد عنها أحد من البشر أو السباع. وكانت الدية عند العرب في ذلك الوقت 10 من الإبل، وكانت الدية عند العرب 10 من الإبل، فبعد هذه الحادثة صارت الدية عند العرب 100 من الإبل، والإسلام أقرها. فالدية الآن في دين الله تبارك وتعالى 100 من الإبل. وفي يوم الاثنين كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يوم الاثنين يوم ولدت فيه، ولد سيد البشرية صلوات الله وسلامه عليه في شهر ربيع الأول على المشهور. امتن الله تبارك وتعالى على البشرية بولادة سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وذلك بعد حادثة الفيل بأشهر، وذلك في مكة المكرمة. وكانت ولادته صلوات الله وسلامه عليه ولادة معتادة، لم يتمكن المؤرخون كما يذكر أهل العلم من تحديد يوم مولده وشهره على وجه الدقة. أما يوم المولد من أيام الأسبوع فهو يوم الاثنين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أي اثنين الله أعلم، قيل في التاسع في الربيع الأول، وقيل في الثاني عشر، وقيل غير ذلك، وقيل في رمضان، ولكن المشهور أنه في الثاني عشر من ربيع الأول. وأغلب الآراء كما قلنا على أنه في الثاني عشر من ربيع الأول، ولكن تحديد يوم ميلاده صلوات الله وسلامه عليه لا يرتبط فيه شيء من الناحية الشرعية. وأما ما يقوم به كثير من الناس في كثير من بلاد المسلمين من الاحتفال بيوم مولد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه عمل غير صالح، وذلك لأمور منها: أولا، إنه لا يعرف يوم مولده على الدقة صلوات الله وسلامه عليه. ثانيا، لم يحتفل النبي صلى الله عليه وسلم بيوم مولده في حياته أبدا، مع أنه عاش 63 سنة صلوات الله وسلامه عليه. ثالثا، لم يحتفل الصحابة ولا التابعون ولا الأئمة المتبوعون وغيرهم من العلماء بيوم مولده، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. ثم رابعا، إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرنا بذلك، مع أنه قال: ما تركت خيرا يقربكم إلى الله والجنة إلا وقد أمرتكم به. فما لم يأمرنا به صلوات الله وسلامه عليه من الأمور الشرعية فليس بخير، فالخير كل الخير في الاتباع، والشر كل الشر في الابتداع. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. لما ولد النبي صلى الله عليه وسلم أرضعته، أول ما أرضعته ثويبة وهي مولاة عمه أبي لهب، هي أول من أرضع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وكانت ثويبة هذه قد أرضعت قبل النبي صلى الله عليه وسلم عمه حمزة، ولذلك حمزة رضي الله عنه يكون أخا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة، أمهما جميعا ثويبة مولاة أبي لهب. ولم يدم هذا الأمر طويلا، وذلك أنه كان من عادة العرب أنهم يلتمسون المراضع لأولادهم، أي المرضعات، فكان العرب يحبون أن تأتي المرضعة من خارج مكة فتأخذ الوليد فترضعه لمدة سنتين ثم تفطمه وتعيده إلى أمه. ونترك حليمة السعدية تذكر لنا
قصتها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. تقول حليمة السعدية: إنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن لها صغير ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء. قالت: وذلك في سنة شهباء لم تبق لنا شيئا. شهباء يعني ما في زرع ولا ماء. نعم. قالت: فخرجت على أثان لي قمراء. الأثان هو الحمار، قمراء يعني بيضاء. تقول: معنا شارف لنا، والشارف هي الناقة. تقول: والله ما تبض بقطرة، يعني ما فيها حليب أبدا، وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معنا من بكائه من الجوع، والله ما في ثدي ما يغنيه، وما في شارفنا ما يغذيه، ولكن كنا نرجو الغيث والفرج. تقول: فخرجت على أتاني تلك، فلقد حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء، فما منا امرأة إلا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه، وذلك إذا قيل لها إنه يتيم، وذلك أن كنا نرجو المعروفة من أبي الصبي، فكنا نقول يتيم وما عسى أن تصنع أمه وجده، فكنا نكرهه لذلك. تقول: فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري، فلما أجمعنا الانطلاق يعني عزمنا على الرجوع، قلت لصاحبي أي زوجها، قلت لصاحبي: والله إني لأكره أن أرجع من بين صواحبي ولم أخذ رضيعا، والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلأخذنه. قال: لا عليك أن تفعلي، عسى الله أن يجعل لنا فيه بركة. سبحان الله. هذه المسكينة حليمة السعدية لا تدري أن الخير والبركة كلها عند هذا اليتيم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد تقول: فرجعت إليه فأخذته، وما حملني على أخذه إلا أني لم أجد غيره. قال: فلما أخذته رجعت به إلى رحلي، فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن، فشرب حتى روي، وشرب معه أخوه أي ولدها حتى روي، ثم ناما. تقول: وما كنا ننام معه قبل ذلك من بكاء الولد. تقول: وقام زوجي إلى شارفنا تلك أي الناقة، فإذا هي حافل أي مملوءة اللبن، ضرعها مملوء لبنا. تقول: فحلب منها ما شرب، وشربت معه حتى انتهينا ريا وشبعا، فبتنا بخير ليلة. تقول: فقال لي صاحبي أي زوجها، يعني زوجها حين أصبحنا: تعلمي والله يا حليمة لقد أخذت نسمة مباركة. قالت: فقلت: والله إني لأرجو ذلك. قال: ثم خرجنا وركبت أنا أتاني وحملته عليها معي، حملت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول: فوالله لقطعت بالركب ما لا يقدر عليه شيء من حمرهم، أي سبقتهم في المسير، حتى إن صواحبي ليقولن لي: يا ابنة أبي ذؤيب ويحك أربعي علينا، يعني لا تسرعين انتظرينا، أربعي علينا، أليست هذه أتانك التي كنت خرجت عليها؟ فأقول لهن: بلى والله إنها لهي هي. فيقولن: والله إن لها شأنا. قالت: ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد، وما أعلم أرضا من أرض الله أجدب منها، يعني قاحلة ليس فيها زرع ولا ماء. تقول: فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا بها معنا شباعا لبنا، يعني الغنم تخرج ثم ترجع فإذا هي شبعانة وفيها لبن، فنحلب ونشرب وما يحلب إنسان قطرة لبن، لأن الأرض جذباء. تقول: ولا يجدها في ضرع حتى كان الحاضرون من قومنا يقولون لرعيانهم: ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي
بنت أبي ذئب فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله الزيادة والخير حتى مضت سنتاه وفصلته أي فطمته أي فطمت النبي صلى الله عليه وسلم. تقول وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا يعني قويا ظاهرا. قالت فقدمنا به على أمه لأن بينهم وبين أمه وعد بعد سنتين يعيدان إليها النبي صلى الله عليه وسلم. تقول فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا. في البداية ما تريده، الآن تريده صلوات الله وسلامه عليه. تقول فقدمنا به على أمه ونحن أحرص على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته. فكلمنا أمه وقلت لها لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فإني أخشى عليه وباء مكة. قالت فلم نزل بها حتى ردته معنا. هي ما تريد أن النبي صلى الله عليه وسلم تخشى عليه وباء مكة، ولكن تريد أنها رأت الخير كله عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فهي لا تخشى عليه الوباء ولكنها تريده لما رأت من الخير عند مجيئه صلوات الله وسلامه عليه. تقول فما زلت بها حتى ردته معنا. وهكذا بقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في بني سعد حتى إذا كانت السنة الرابعة من عمره أو الخامسة وقع حادث غريب عجيب، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل وهو يلعب مع الغلمان فأخذه فصرعه فشق عن قلبه فاستخرج القلب فاستخرج منه علقه فقال هذا حظ الشيطان منك، ثم غسله أي القلب في طست من ذهب بماء زمزم ثم لأمه أي أعاده إلى مكانه. وجاء الغلمان يسعون إلى أمه يعني حليمة فقالوا إن محمدا قد قتل. إنهم رأوا الملك جاء إليه وشق صدره وأخرج قلبه قتل. فخرجت حليمة مع زوجها ينظرون إلى مقتل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدوه قائما صلوات الله عليه وسلم ولكنه منتقع اللون، لأن هذا الأمر غريب بالنسبة إليه صلوات الله وسلامه عليه. وهذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، والله جل وعلا على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. عند ذلك خافت حليمة على النبي صلى الله عليه وسلم فردته إلى أمه وبقي عند أمه إلى أن بلغ السادسة من عمره. وذلك أنه لما بلغ السادسة من عمره خرجت أمه به لتزور قبر والده ونسيت أن أنبه أن والد النبي صلى الله عليه وسلم قد مات وهو في بطن أمه لم يرى والده قط، وإنما ولد يتيما صلوات الله وسلامه عليه، وذلك في الطريق من الشام إلى المدينة إلى مكة فمات هناك ودفن. في السنة السادسة من عمر النبي صلى الله عليه وسلم خرجت به أمه لتزور قبر أبيه، فزارت قبر أبيه وكان معها في سفرها هذا جده عبد المطلب وكذلك خادمتها أم أيمن. فبعد أن زارت قبر والده ورجعت إلى مكة وهما في الطريق إلى مكة ماتت أمه صلوات الله وسلامه عليه في مكان بين مكة والمدينة يقال له الأبواء. فبعد أن كان النبي صلى الله عليه وسلم يتيم الأبي صار صلوات الله وسلامه عليه في السادسة من عمره يتيم الأبي والأم صلى الله عليه وسلم. فكفله
جده ورباه، ولكن أيضا ما تم في السنتان، حيث أن النبي صلى الله عليه وسلم حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم بلغ 8 من عمره فمات جده عبد المطلب. عند ذلك احتضنه عمه أبو طالب ورباه بعد ذلك حتى بلغ سن الرجال صلوات الله وسلامه عليه. وقد قام أبو طالب بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير قيام، وكان ربما قدمه على ولده. ولما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم 12 سنة خرج مع عمه أبي طالب إلى الشام في التجارة، ووقعت له هناك حادثة غريبة، وهذه الحادثة تتمثل في أن أبا طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج به إلى الشام مر على راهب يقال له بحيرة في مكان يقال له بصرة. فهذا الراهب اسمه جرجيس، لما نزل به أبو طالب ومن معه أكرم ضيافتهم ثم قال: من معكم؟ قالوا: نحن. قال: ما معكم أحد آخر؟ قالوا: معنا صبي عند متاعنا. قال: ائتوني به. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم ورآه بحيرة الراهب نظر في وجهه، وكان يعرف أن هذا الوقت وقت خروج نبي، ثم بحث فوجد خاتم النبوة. وخاتم النبوة هذا عبارة عن ورمة في كتف النبي من خلف صلوات الله وسلامه عليه بقدر البيضة. يقول بحيرة لأبي طالب: إنكم حين أشرفتم من العقبة لم يبق حجر ولا شجر إلا وخر بذلك، أي ساجد للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا تسجد هذه إلا لنبي، وإني أعرفه بخاتم النبوة في أسفل غضروف كتفه مثل التفاحة، إنا وجدناه في كتبنا. فرآه فوجده كذلك، فقال لأبي طالب: ارجع به فإني أخاف عليه اليهود، أي في الشام. فرجع به إلى مكة، وحضر صلوات الله وسلامه عليه خلف الفضول، وذلك حين بلغ 15 من عمره. وهذا الحلف تداعت إليه بنو هاشم وبنو المطلب وبنو أسد وبنو زهرة وبنو تيم، اجتمعوا في دار عبد الله بن جدعان التيمي، وذلك لسنه وشرفه، وتعاقدوا على ألا يجدوا مظلوما بمكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم إلا نصروه وأخذوا له حقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد ذلك: حضرت حلف الفضول ولو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت، وما أحب أن لي به حمر النعم. وحمر النعم هي الإبل الحمراء التي تشتاق إليها نفوس العرب وتحبها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة يرعى الغنم، وذلك مقابل قراريط، أي أموال قليلة لأهل مكة. عن جابر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم بمر الظهران، مكان قريب من مكة، يقول: ونحن نجني الكباس، كباس ثمر الأرك اللي هو السواك. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالأسود منه. قال: فقلنا: يا رسول الله، كأنك رعيت الغنم. هذه الأشياء لا يعرفها إلا رعاة الغنم. قال: كأنك رعيت الغنم. قال: نعم. رواه الإمام مسلم في صحيحه. وقال صلى الله عليه وسلم: ما بعث الله نبيا إلا رعى الغنم. فقال أصحابه: وأنت؟ قال: نعم، كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة. رواه الإمام البخاري في صحيحه. قال أهل العلم: لعل الحكمة من إلهام الأنبياء من رعي الغنم قبل النبوة أن يحصل لهم التمرن برعيها على ما يكلفونه من القيام بأمر أمتهم، لأن في مخالطتها
أي الغنم ما يحصل لهم الحلم والشفقة، لأنهم إذا صبروا على رعيها وجمعها بعد تفرقها في المرعى ودفع عدوها عنها ألفوا من ذلك الصبر على الأمة. وخصت الغنم بذلك لكونها أضعف من غيرها، ولأن تفرقها أكثر من تفرق الإبل والبقر. وبعد رعي الغنم اشتغل النبي صلى الله عليه وسلم بالتجارة، ولما بلغ خديجة ما وصف به النبي صلى الله عليه وسلم من كريم الأخلاق والأمانة بعثت إليه وعرضت عليه أن يخرج في مال لها إلى الشام. وخديجة هي بنت هويلد من أشراف قومها من بني مخزوم من قريش طبعا، فطلبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج بمال لها إلى الشام مع غلام لها يقال له ميسرة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم وخرج بمالها وتاجر لها. ولما رجع إلى مكة أخبرها ميسرة بما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم من كريم خلقه وحسن تعامله وما كانت من بركة وقعت له صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا جعلها تعجب به فتحدث عن إعجابها به مع صديقاتها. وكان ممن تحدثت معها به صديقة لها يقال لها نفيسة، فذهبت نفيسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وعرضت عليه أن يتزوج خديجة، فقبل صلوات الله وسلامه عليه وذهب مع أعمامه إلى عم خديجة وتم الزواج. وكانت سنها على المشهور 40 سنة، وكان سن النبي صلى الله عليه وسلم 25. وقد أحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا شديدا ولم يتزوج عليها في حياتها أبدا، ورزقه الله تبارك وتعالى منها الولد، فولدت له عبد الله والقاسم وفاطمة وزينب ورقية وأم كلثوم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أجمعين. ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم 35 من عمره وقع أمر مهم، وهو أن قريشا قررت إعادة بناء الكعبة، وذلك أن الكعبة قد تساقطت بعض حجارتها وكان قد جاءها سيل شديد أثر في بنيانها كثيرا، واختلفوا هل يرممون البيت أو يهدمونه ويبنونه من جديد، فمن قائل يهدم ويبنى من جديد، ومن قائل بل يرمم، وذلك أنهم خشوا إذا هدموا البيت أن يصابوا بأذى، وذلك أن أمر أبرهة قريب جدا، وكثير منهم قد يعني عاصروا وقت أبرهة وعرفوا ونظروا ما وقع لأبرهة وجيشه حين أرادوا ذلك البيت المقدس عند الله تبارك وتعالى. فقام الوليد بن المغيرة وقال والله لنهدمنه ولنبنينه من جديد، فقالوا إنا نخاف أن نصاب بأذى، فقال وأي أذى وأنتم إنما أردتم الخير، قالوا فابدأ أنت، قال نعم. فجاء الوليد إلى الكعبة ورفع الفأس وقال اللهم لن ترع، يعني لا تخاف يا رب، لا تخف يا رب، لا نريد إيذاءك وإنما نريد الخير. وهذا لا شك يدل على جهلهم بالله تبارك وتعالى.